مساء الخير، ازي حضرتك؟ نتكلم النهارده عن موضوع طلب مني كتير جدا، وهو عمليات اورام الثدي. جراحه اورام الثدي بنعملها ازاي؟ حضرتك كسيده داخله تعملي عمليه اورام ثدي، تمام؟ الخطوات بتمشي ازاي من اول ما بتدخلي المستشفى لغايه ما بتخرجي والمتابعه بعد العمليه؟ طيب، اول حاجه هنتكلم عنها انواع العمليات. احنا عارفين ان يعني باختصار شديد عمليات اورام الثدي حاجه من اتنين، يا اما ان احنا بنشيل الورم فقط، يا اما ان احنا بنشيل الثدي كله. وطبعا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقه امتى اعمل استئصال للثدي فقط وامتى اعمل استئصال للثدي كله، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو للي عايزه او اللي مهتمه تسمعها في الديسكربشن. طيب، فدي انواع عمليات الثدي. تاني حاجه، انت اول ما بتدخلي المستشفى الصبح ايه اللي بيحصل؟ لو افترضنا ان العمليه متكرر تتعمل الصبح بدري زي ما عاده بنعملها، يعني حضرتك اول حاجه بتدخلي المستشفى، تمام، بتتحجزي وتدخلي اوضتك، تقعدي في اوضتك، بتستريحي عادي، بتيجي لك ممرضه تقيس الضغط والنبض ونطمن على ان حرارتك كويسه، ضغطك كويس وكله تمام. تمام، وطبعا بتبقي صايمه قبلها بست ساعات الى 6 ل 8 ساعات على الاقل، تمام، بنبقى صايمين لان احنا عمليات اغلبها بتبقى بنج كلي. فاول حاجه انك انت بتبقي صايمه لمده 6 ل 8 ساعات، دي حاجه. حاجه تانية، بتدخلي المستشفى، تمام، بتقعدي في الاوضه بتاعتك، بيطمنوا على حضرتك نبض وضغط، الاوضه بتبقى مجهزه طبعا. انا طبعا بتكلم على المستشفيات اللي احنا بنشتغل فيها، مش طبعا مش كل المستشفيات بالطريقه دي، بس المستشفى العادي بيبقى فيها سرير حضرتك بتقعدي عليه، كراسي لو في مرافقين مع حضرتك، تلفزيون، ثلاجه، الحاجات العاديه، تمام. طبعا بيبقى فيه يعني نوع من ان احنا بنرفع روعك المعنويه، طبعا بيبقى اي واحده داخله مع عمليه اورام ثدي ما بتبقاش مبسوطه او بتبقى قلقانه الى حد ما لو صح التعبير يعني. فاول حاجه طبعا انا باجي لحضرتك الصبح قبل العمليه خالص، تمام، بطمن عليكي، بسال عليكي، بطمنك، بعرفك العمليه هتتم ازاي، بشرح لك كل التفاصيل، بتكلم معاك شويه، لو عندك اي استفسار اي سؤال اتكلم مع اهل حضرتك اللي معاك، لو محتاجين اي حاجه يسالوا في اي حاجه او يعرفوا اي حاجه، دي اول حاجه. بعد كده طبعا لو في علامات نعلمها عشان المرحله التجميليه بتاعت العمليه، لان احنا كل العمليات بتاعتها بنعملها تجميل، يعني ما يبانش الجرح، تمام، ما يبانش شكل العمليه، تمام، الى حد ما بيبانش انك عامله عمليه خالص، لان احنا بنرجع الثدي طبيعي زي ما اتفقنا قبل كده. طيب، بعد كده بيجيبوا لك اللبس بتاع العمليات، تمام، بيبقى عباره عن يعني لبس خفيف شويه، معقم، نظيف جدا، تمام، عشان هتدخلي اوضه عمليات معقمه، عشان النظافه وعشان تلوث الجرح والعمليه ما يبقاش فيه اي تلوث يعني. فحضرتك بتدخلي الحمام تغيري، تمام، تغيري هدومك، طبعا الحمام بيبقى جزء من الاوضه يعني، تغيري هدومك وتقعدي على السرير، تمام، سرير طبعا بعجل، وحضرتك بتتغطي، اوكي، ما بيبقاش باين اي حاجه منك يعني، او تبقي لابسه حاجه عليه لو حابه. بعد كده بتتنقلي المرحله اللي بعدها من الغرفه الى غرفه العمليات، غرفه الاقامه، تمام، الى غرفه العمليات. طبعا الكلام ده حضرتك مش بتحسي باي حاجه يعني، هم بيزقوا السرير وحضرتك متغطيه تماما، تمام. فجأة دقيقة واحدة تلاقي نفسك جوه أوضة العمليات. جوه أوضة العمليات بتلاقي مين؟ بتلاقي دكتور، بتلاقيني أنا طبعًا أول حاجة، أنا اللي ببقى معاكي فوق، بعد كده بتنزلي تحت تلاقيني موجود، أنا ببقى معاكي في كل مراحل العملية مش بسيبك يعني، تمام؟ لأن طبعًا لما بتدخلي مستشفى إلى حد ما أنا الوحيد اللي بتبقى عارفاني شكلًا واتعاملتي معايا قبل كده، وبالتالي بيبقى المريضة دايمًا لو أنا ما كنتش معايا هي بتبقى قلقانة، لأن أنا اللي هعمل لك العملية، فطبيعي لو أنا ما شفتنيش بتبقى المريضة قلقانة دايمًا يعني. فانا بفضل ان انا دايما ابقى مع مريضه في كل مرحله عشان تبقى مطمنه، وده بيجيب نتائج احسن وبيرفع حالتك المعنويه جدا. تاني حاجه بتلاقي دكتور او دكتوره التخدير، تمام، استشاري التخدير بتاعنا اللي هيكون واثق جدا ان انت او مهتم جدا ان انت ما تحسيش باي وجع سواء قبل او اثناء او بعد العمليه، مش هتحسي باي وجع خالص، تمام. احنا دلوقتي في 2021، حكايه انك تحسي بوجع بعد ما تطلعي من العمليه ده مش موجود خالص يعني، تمام. وده المميز عندنا، او يعني المفروض ان هو كل الدكاتره يشتغلوا بالاسلوب ده يعني، ان احنا عندنا اجهزه يعني سواء ادويه علاج الالم واجهزه علاج الالم اللي بعد العمليه بتخليكي ما تشعريش باي وجع نهائي، كانك ما عملتيش عمليات، كانك دخلتي نمتي شويه وخرجتي. طيب، وقت العمليه بيستغرق قد ايه؟ على حسب، والله ممكن افريج كده من ساعه لساعه ونص يعني، لو قلنا افريج يعني، بس طبعا على حسب الظروف، يزيد ربع ساعه يقل ربع ساعه، تمام، كل حاجه بظروفها، خصوصا طبعا ان احنا مش مستعجلين في العمليه، اهم حاجه ان العمليه تتعمل صح، تمام، امان، تمام، يعني ايه امان؟ يعني اتاكد ان احنا شلنا الورم كله، تمام، بحيز امان محترم لو انا هشيل الورم فقط، تمام، وان احنا ما سبناش اي خليه سرطانيه موجوده. الحاجه الثانيه الشكل التجميلي، لازم اهتم بالشكل التجميلي، الثدي يطلع شكله سليم بعد العمليه،
تمام. الخياطه كلها تجميل طبعا، تمام. تكنيكس او بعض التقنيات او الطرق التجميليه اللي احنا بنعملها، تمام. على عكس طبعا ده المتوفر عندنا ومش متوفر عند حد تاني، ان انا بعمل لك شكل التجميل اللي يطلع شكل الثدي اوكي زي قبل العمليه بالظبط. طبعا عندنا صور قبل وبعد كتير، بس في حاجات ما بيبقاش ينفع ان انا اعرضها، خصوصا لو المريضه نفسها اعترضت او قالت ده مش عايزه يتعرض، فطبعا بحترم رغبتها يعني. بس ده كنوع من الاطمئنان ان انت هتطمئني انك انت تدخلي العمليات وتخرجي زي ما انت بالظبط. بعد كده تمام حضرتك بتصحي اوكي، ساعة ساعة ونص حضرتك بتنامي الأول، الدكتور بيركب لك بس كانيولا اللي هي حقنة صغيرة في دراعك، تمام، ويحن لك المخدر، تلاقي نفسك نمتي. بعد ما تصحي إن شاء الله تلاقي العملية خلصت. بتصحي إمتى؟ بتصحي تلاقي نفسك في أوضة الإقامة فوق زي ما أنت على سريرك مرتاحة ومعاكي المرافقين بتاعك، لو معاكي زوجك أو والدك أو والدتك أو حد. بتصحي من النوم ما بتحسيش بأي وجع زي ما اتفقنا اوكي، ما بتحسيش باي الم، تمام. انا بقول لكم بس التجربه، يعني حضرتك بتبقي شعورك التام بعد العمليه، شعورك ان انت بعد نقلت لاوضه العمليات نمتي خلاص، لما صحيتي لقيتي نفسك رجعتي غرفه الاقامه تاني، مش حاسه باي وجع نهائي، وده عامل اساسي عندي لان انا بهتم بالموضوع ده جدا. مفيش مريضه اي واحده عملت معايا عمليه واشتكت من وجع بعد العمليه، الكلام ده ما بيحصلش الحمد لله يعني. وده طبعا مش ما 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 موضوع ان حضرتك ما تحسيش بالالم، ده سببه ان احنا بنستخدم احدث تقنيات التخدير في العالم، احدث اساليب التخدير في العالم. في حضرتك حاجه زي جهاز كده بيبقى وريد، حضرتك مجرد بتدوسي عليه اول ما حسيتي بسنه وجع تروحي دايسه عليه، يدخل المخدر جوه دمك ما تحسيش باي حاجه، تمام. فده طبيعي وبيستعمل في العالم كله، لكن للاسف دلوقتي الاغلب ما بيستعملوش يعني. الناتج النهائي ان حضرتك بعد ما بتصحي من العمليه مش بتشعري باي حاجه خالص، تمام، مش بتشعري باي وجع، تمام. طيب هتحسي بايه؟ حضرتك هتلاقي ادي جرح العمليه تمام عليه بلاستر، تمام، بس كده اوكي، ده كل التغير اللي فيه. وطبعا هتبقي لسه لابسه لبس العمليات، تمام. بعد ما تفوقي وتصحي ان شاء الله تمام بتغيري هدومك بس وتلبسي عشان ما تاخديش برد، بس كده. واحده واحده بعد ساعتين ثلاثه من العمليه تقدري تبتدي تاكلي، تمام، او تشربي الاول بعد كده تاكلي عادي خالص، تمام. يجي لك وجبه الغداء تاكلي كويس خلاص عشان نبتدي نفوق ونصحصح، وينصح دايما اوكي بانك تبتدي تتحرك بدري، يعني تقومي تتمشي على طول، ما تفضليش طبعا نايمه في السرير كتير. وطبعا في حالات معينه تمام بنعمل بعض الاحتياطات لمنع تجلطات الرجل اللي بتحصل في بعض الحالات عاده في السن الكبير، تمام، في الناس اللي وزنها تقيل شويه، الحاجات دي بنعمل لها طبعا الاحتياطات وبنمنعها، دي حاجه الف به يعني في الجراحه. الحاجه بقى الثانيه اللي بتزعجكم جدا وكلكم بتسالوا عليها، خصوصا اللي كان ليا تجربه مع عمليات قبل كده وعارفه، موضوع الدرنقه. يعني ايه درنقه؟ درنقه ده بيبقى مجرد خرطوم طالع كده من جنب الجرح. الدرنقه دي بتضايق السيده بعد العمليه في حاجه، انها بتشك لانها بتبقى متثبته في الجلد بغرزه، فدايما بيبقى فيه شكه كده. الشكه دي ولا حاجه يعني، حاجه خفيفه طبعا بعد العمليه مباشره ما بتحسيش بحاجه عشان المخدر اللي واخداه، تمام. بعد ما بتروحي في البيت وتتعاملي معاها تبتدي تحسي بالشكه دي. الشكه دي يعني مش هتضرنا في حاجه خالص، تمام، لانها كده كده كام يوم وبنشيلها. بس فايده الدرنقه دي مهمه جدا في انها تصفي اي ميه تتجمع جوه، تمام. لما احنا بنشيل الورم اللي جواه الفراغ اللي مكانه ممكن يجمع ميه، فالميه دي بدل ما اسيبها تتجمع جوه 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 الثدي والثدي ينتفخ، بنركب الدرنقه عشان اي ميه زياده تتشال لغايه ما الميه كلها تتصفى، بعد كده بشيل الدرنقه بعدها بكام يوم. يعني انا بروح بالدرنقه دي يا دكتور، بتروح بالدرنقه، ما ينفعش ما نحطش الدرنقه يا دكتور، لو ما حطيتش الدرنقه هيبقى ضد صحتك، يعني ده انا بضرك، تمام. فالدرنقه دي انت بتروحي بيها ومش بتاذيكي في اي حاجه، بس بتفضيها كل يوم الصبح تشوفي جايبه كام، تمام، لان هي بتبقى مترقمه. انا بعلم حضرتك قبل ما تمشي ازاي تفكي الدرنقه، تفضيها، تركبيها تاني ازاي، وهكذا. الموضوع مزعج يعني وصعب خالص، موضوع بسيط جدا وبيتعمل كل يوم عندنا وما فيهوش اي مشكله خالص، تمام. هو بس دي الحاجه اللي انتوا بتبقوا مستغربينها لانكم شايفين حاجه غريبه طالعه، خرطوم غريب كده طالع من جسمكم وخلاص. طبعا انا عارف ان دلوقتي كل البنات او السيدات بيحبوا يقعدوا يدوروا على جوجل ويدخلوا على النت يشوفوا فيه ايه دي معناها ايه بتاع. طبعا لو انا مش شارح لك كويس هتضطري تتجهي لانك تسالي ناس ممكن ما يكونوش متخصصين، او تشوفوا اي حاجه مكتوبه على النت من ناس مش دكاتره ولا حاجه، فطبعا معلومات اغلبها غلط اللي موجوده على النت. عشان كده انا بحب ابقى انا افهمك كل حاجه، ودايما ببقى بديكي رقم التليفون الشخصي لو عملتي عمليه معايا او متابعه معايا، عشان لو في اي سؤال تساليني انا شخصيا بدل ما تتجهي لمصادر غير موثوق فيها يعني.
تمام او غير علميه. ايه تاني بعد كده حضرتك بتخرجي من امتى؟ ممكن لو عاملين العمليه الصبح بدري تخرجي بالليل، او لو حابه تباتي في المستشفى وتروحي الصبح على طول مفيش اي مشكله. بس كده بس كده. يعني العمليه دي بتبقى من اسهل الحاجات في العلاج، على الرغم من ان اكتر حاجه بتبقوا خايفين منها، اكتر حاجه بتبقوا انتوا عاملين حسابها وخايفين منها قوي العمليات. دكتور انا هدخل عمليات وانا خايف من اوضه العمليات وكده، وبعد ما بتعمل عمليه كلكم بتقولوا نفس الكلمه، يا دكتور دي اسهل حاجه، ده يا ريت العلاج كله كده، ده كان اسهل حاجه عليا، يعني اسهل من المشوار اللي انت بتعملي فيه الاشعه الماموجرام مثلا. الماموجرام بيتعبكم اكتر من العمليه، ده حقيقي، ان مجرد الجهاز اللي بيضغط على الثدي وكده بيبقى متعب بالنسبه لكم، يعني بالنسبه لاي ست بتعمله في العمليه. انت بتقولي لي فعلا ستات كتير قالت لي الكلمه دي، انا الاشعه تعبت فيها اكتر من العمليه، مع اني كنت خايفه من العمليه جدا واكتر حاجه رعباني في خطه العلاج. فملخص الكلام ان انا عايزك تطمني، العمليه دي ايا كان نوع العمليه، عمليه بسيطه جدا، لو عملنا استئصال الورم فقط بنعمل تكنيك كده او طريقه تجميليه نخلي يعني زي ما دخلت زي ما خرجتي، مفيش اي علامه في الثدي تدل انك شلت منه حاجه. لو عملت استئصال كامل بنعمل اعاده بناء ونكون الثدي من جديد، مش بسيبك تكملي حياتك بدون ثدي. ده الملخص، تمام؟ عشان في ناس فاكره ان احنا لسه ماشيين زي سنه 1980 مثلا، بشيل الثدي واسيبه كده وخلاص، مفيش الكلام ده دلوقتي، محدش بيعمل الكلام ده، اوكي؟ لما نشيل الثدي تمام بنرجعه زي ما كان تاني، خلاص، بطرق تجميليه كتير شرحناها قبل كده، اوكي؟ ففي طرق تجميليه كتير ارجع لك ثديك زي ما كان، مش شكل، تمام؟ لان كفايه عليكي رحله المرض وان شاء الله رحله العلاج، خلاص 6 شهور وتكوني تمام وتكوني خفيتي تماما، مش هسيب لك اي عامل نفسي يضايقك. بص في المرايه تلاقي الثديين موجودين طبيعي خالص، كانك ما عملتش اي عمليات وكان ما حصلش اي حاجه. ده هدف الاساسي، اوكي، من المركز اللي احنا عاملينه. تمام؟ حضرتك ما تحسيش باي تعب، ما تحسيش باي مشاكل، رحله العلاج تمشي سموزلي جدا، تمام؟ ما تحسيش باي يعني لا مشكله من شكل من العلاج سواء الكيماوي او غيره، ما تحسيش بمشاكل من العمليه، ما تحسيش انك طلعت من غير ثدي، الكلام ده غير موجود. تمام؟ اخر حاجه بعد ما بتروحي بنبتدي نغير، يفضل يوميا او يوم بعد يوم على الجرح، تمام، لغايه ما لو في سلك بيتفك، تمام، بعد ما الجرح يلم وخلاص على كده. فالعمليه فعلا 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 بتبقى من اسهل الحاجات في رحله العلاج. لو حضرتك واخده كيماوي قبل العمليه بنستنى فتره، بعد من اخر يوم من الكيماوي بنستنى فتره قبل ما نعمل العمليه. ليه؟ لان الكيماوي ده بيقلل التئام الجروح، وبالتالي مش هعمل لك جرح او عمليه وتاثير الكيماوي لسه موجود. نفس القصة لو انا هنعمل علاج او سواء اشعاعي او كيماوي بعد العمليه، لازم ما ينفعش اعمله بعد العمليه مباشره، لازم استنى لما الجرح يلم تماما، الجلد يقفل تماما، تمام، وطبعا تكون الدنه اتشالت. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكونوا فهمتوا باختصار يومك لما لو هتعملي عمليه في الثدي بيبقى ازاي، تمام. الموضوع بسيط جدا، ما حدش يوهمكم او يخوفكم ان العمليه دي حاجه وحشه، بالعكس، والعمليه دي انا بعملها عشان اقضي على الورم، تمام. رحله علاج الورم ده ال6 شهور انا في حرب مع الورم، تمام، وان شاء الله الحمد لله احنا دايما بننتصر، تمام. انا بطلب منك حاجتين فقط لا غير، الالتزام بالعلاج، الالتزام بالخطه العلاجيه. انا اقول لك الميعاد العلاج الفلاني يوم كذا، يبقى الميعاد يوم كذا، ما ناخروش، تمام، ما نكسلش، ما نهملش، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه الصبر، تمام، حضرتك تصبري بس لما ال6 شهور يخلصوا، بعد كده كله بيرجع طبيعي باذن الله، تمام. تاثيرات الكيماوي كلها بتختفي ايا كان اي حاجه مضايقاك من الكيماوي. العمليه مش هسيبك تخرجي بدون ثدي، مش هسيبك تخرجي بعلامه في صدرك تدل انك عامله عمليه فيه، تمام. الكلام ده انا بقوله لاي واحده خايفه من سرطان ثدي او جالها سرطان ثدي، زي ما للاسف ناس كتير بيحصل لها، او ستات كتير بشوفهم يعرفوا ان جالهم سرطان ثدي ويطنشوا، لا انا مش عايزه اتعالج، انا مش عايزه عمليات، انا مش عايزه كيماوي، فتقعد في البيت. لا، تمام، اولا مش كل مراحل سرطان الثدي بتحتاج كيماوي، بعضهم او بعضهم لا، وده كنا وضحناه برضو قبل كده، اوكي. بس ده علاج لابد منه، تمام، اختبار من ربنا وباذن الله بننجح فيه، اوكي. والحرب دي بين انا وبين الورم، مالكيش انت دعوه خالص، كل اللي طالبه منك تلتزمي في العلاج وتصبري بس لغايه ما ال6 شهور يخلصوا، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم اي حاجه تانية او اي سواء عمليات او اي حاجه تخص سرطان الثدي او عمليات التجميل اللي احنا بنعملها او اي حاجه من المواضيع اللي بنتكلم فيها حابين نتكلم عنها تاني، اوكي، قولوا لي في الكومنتس عايزين نتكلم عن ايه ونعمل فيديو عليه ان شاء الله، تمام. شكرا لحضرتك.